أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، والحديث هو هذا. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف، حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس، وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث، وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي، قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد، حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال: وفي الباب عن أم سلمة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى فلا حنث عليه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لم يحنث. قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال:
هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: قال أبو عبيد معنى قوله: ولا آثرا، أي لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الآية قال: لا يرائي. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوف بنذرك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة،
حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال: وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدني ثقة، قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقر المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: لطمها على وجهها. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى
فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي، واسمه عبد القدوس بن الحجاج. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقض عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة، عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى: وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه،